بكم إلى موجز أخبار الآن. نفذت الشرطة التابعة لتنظيم داعش حملة اعتقالات جديدة داخل الأحياء التي يحتلها التنظيم في مدينة دير الزور. بالمقابل نفذت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له في الأحياء المحاصرة والخاضعة تحت سيطرته حملة اعتقالات مشابهة طالت العديد من الشبان في المنطقة. أعلن الأردن والعراق في بيان مشترك اليوم عن إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بينهما الذي أغلق عام 2014 إثر احتلال تنظيم داعش لمناطق في العراق، وتعهدت الحكومتان ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين. خلال اليومين الماضيين أحبط الجيش الجزائري عمليتين إرهابيتين تستهدفان المنشآت النفطية وتحملان بصمات التغيير في استراتيجية اختراق الإرهاب للحدود الجزائرية. فقد ألقى الجيش الاثنين بعد كمين محكم القبض على إرهابي كان بصدد اختراق الحدود الجنوبية مع دولة مالي بمنطقة عين قزام. فرض حظر تجول حتى إشعار آخر بمدينة هيوستن الأمريكية التي اجتاحتها فيضانات غير مسبوقة، خاصة لمنع النهب بحسب ما قال عمدة المدينة. وأشار العمدة إلى وجود الآلاف بالملاجئ وقد تركوا منازلهم وينتظرون انحصار المياه. وذكر رئيس الشرطة من جهته أن حظر التجول سببه ظهور عمليات نهب، مشيرا إلى وجود لصوص مسلحين. انخفضت أسعار النفط الخام في آسيا اليوم فيما كانت مناطق إنتاج نفط الرئيسية في الولايات المتحدة تحاول تجاوز آثار مرور الإعصار العنيف هارفي. وأدت العاصفة إلى إغلاق العديد من مصافي تكرير النفط، مما يمكن أن يؤدي بحسب المحللين إلى زيادة مخزون الخام وانخفاض الأسعار. بدأ ما يقارب المليوني مسلم اليوم أداء شعائر فريضة الحج مرتدين زي الإحرام بالتوجه إلى مخيمات منى خارج مدينة مكة المكرمة في يوم التروية. وكان قرابة مليوني حاج من كل دول العالم تقريبا وصلوا إلى السعودية لأداء مناسك الحج التي تستمر 5 أيام. تدخل فترة الانتقالات الصيفية الحالية مراحلها الأخيرة وسط عدة أخبار وشائعات تخص مستقبل عدة لاعبين وانتظارهم صفقات كبرى، أبرزها صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي كيليان مبابي. وغالبا ما شهدت الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية صفقات كثيرة عدديا في ظل رغبة بضع فرق في التخلص من الفائض بعد إنهاء تعاقداتها وحصر لوائحها النهائية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.